أهلا أهلا أحمد، أحمد الجميع. أنا بس عم بحضر الشيرنج للفيديو عشان رح نطلع على أكثر من محل، فهلأ رح نبلش بعد ما نعمل الشيرنج على بقية المحلات. اوكي، خلصنا تقريبا تشييه. هلا بس بدنا نفتح التشانل تبع يوتيوب عشان نبلش الحلقة. عم نكتب العنوان بس هلا قاعدين على اليوتيوب شانل. على فكرة اليوتيوب شانل مليان مواضيع، اللي بنزل اللي بنعمله لايف بننزله على اليوتيوب شانل تبعنا، فاللي حابب يعرف مثلا جلساتنا للكتاب، دوائر، اي شيء من اللي بنطلعه لايف بننزله على الشانل تبعنا اليوتيوب. ترجمة
اوكي طيب هيك بلشنا. مرحبا واهلا وسهلا بالجميع ببرنامج بحلقه جديده من برنامج دردشات بوتريه. اليوم الحلقه الثانيه، الحلقه الاولى حكينا عنها حكينا فيها عن شو معنات برنامج دردشات، ايش المواضيع اللي بدنا نتناقش فيها. اليوم رح نبلش زي ما العنوان بحكي عن رح نبلش سلسله تحكي عن تاريخ مجموعة أوت أند أباوت، وهي هي السلسلة الأولى اللي راح نحكي فيها ضمن برنامج دردشات. زي ما حكينا المرة الماضية راح تكون مدة كل حلقة نص ساعة. مرحبا مرحبا ساندي. راح ناخذ التعليقات وراح ناخذ الأسئلة خلال ما احنا ماشيين. طبعا على اليوتيوب راح نحاول، لأنه احنا موجودين على اليوتيوب فبرضه راح نحاول نعيد السؤال عشان لقدام اللي عم بحضر اليوتيوب يعرف ايش السؤال وايش الجواب كان. وقتنا رح ناخده من وقت تسجيل اليوتيوب لانه هو من عنده ببلش توقيت الحلقه. طيب اليوم رح نحكي قلنا عن نبلش الجزء الاول من تاريخ مجموعه اوت اند اباوت. المعظم بعرف بس خلينا بكل حلقه نرد نذكر مش غلط. مجموعة أوت أند أباوت هي مجموعة تطوير مجتمع مبنية على هدف بناء مجتمع جديد مبني على قيم عالمية، خمس قيم عالمية اللي هم المحبة، السلام، التقبل، والتسامح، والعطاء. ونشر فكرة المواطن العالمي بمعنى أن الإنسان يعامل الإنسان على أساس أنه إنسان، وبالتالي كل برامج أوت أند أباوت وفعالياتها موجهة لا هاي الفكره، لبناء هذا المجتمع ولنشر هاي الفكره. كل برامجنا من دوائر الايد على ايد لمشاوير للرحلات والترفيه، البرامج التدريبيه، كل شيء بنسويه، او نادي الكتاب، كل شيء بنسويه باوت اند اباوت موجه لاثبات نظريه انه من السهل جدا علينا ان نعيش بمجتمع في محبه وسلام وتقبل وتسامح وعطاء بمنظور واسلوب كثير سهل من خلال الفعاليات اللي بتعملها المجموعه. طيب نبلش عشان ما اطول عليكم ونشوف بهذا الجزء من الحلقه لوين رح نوصل
بتاريخ مجموعه اوت اند اباوت. تمام. هلا المعظم بعرف، انا حاطط شويه نوتس عندي عشان ما انسى الشغلات. المعظم بعرف انه مجموعه اوت اند اباوت تاسست من 3 اشخاص، وتاريخ تاسيس المجموعه هو بسنه 2010. هلا رح احكي القصه من منظوري انا، من كيف بلشت القصه من عند رامي يعني، وبالتالي تاريخ المجموعه رح يبين علينا، من رح يبين عنا من خلال هاي الحلقات من المنظور تبعي انا. هلا انا قبل المجموعه، أو لا، خليني أبلش من عند ال3 أشخاص. ال3 أشخاص اللي أسسوا المجموعة هم بشار حداد، داليا بوشنا، رامي دولي. ال3 أشخاص هدول إذا بنطلع على الخلفية الأكاديمية والخبرة العملية لإلهم، كانوا بعاد كل البعد عن موضوع التطوير المجتمعي إذا بدنا نحكي بشكل خاص. بشار مثلاً إله كان هو ناشط اجتماعي بمجالات مختلفة، ويمكن هو أقرب واحد فينا لهذا الموضوع. داليا الحقيقة عائلتها طول عمرهم بمجال العمل الخيري والعمل التطوعي، وبالتالي بطلع أنا أبعد واحد أكون على موضوع التطوير المجتمعي. أنا الحقيقة الخلفية الأكاديمية تبعتي، أنا بكالوريوس إدارة أعمال وماجستير إدارة أعمال دولية، وعدت 17 سنة بشتغل بشركات مختلفة الأحجام ومختلفة الجغرافيا كمان، بالتسويق وبعلم الشعار اللي هو البراندنج، وكانت آخر كم من سنة بس لي كان بموضوع البراندنج. بال 2009 كان اخر شغل لي بهذا المجال، كان اخر شغل لي بالبحرين، قعدت سنه هناك، كنت مع شركه اتصالات، وبالفتره باخر تقريبا عند من سنه ال 2000 لحديت ال 2008 كانت التوجه اكثر بالمجالات شغلي كانت بشركات الاتصالات ومجال التسويق وعلم الشعر. بال 2009 رجعت على البلد هون من الشغل بالبحرين، وقررت اني انا ما بدي ارجع للوظيفه مره ثانيه. وهون من خلال القصه رح نسمع بعض الاسامي اللي كان لها دور وتاثير ببناء بعمل المجموعه وبنائها وتسهيل عملها، لانه كان في الحقيقه اشخاص كثير داعمين بشكل مخيف للمجموعه، كان بالجهود وبالافكار وللي وصلنا اليوم. فلما اجيت قلت انا ما بدي ارجع للوظيفه مره ثانيه. من الاسامي اللي راح نسمعها اسم شخص صديقه عزيزه علي الحقيقه، وفعلا اذا بدي انا شخصيا اطلع على دورها كان دورها مفصل جدا بمواقع كثير، وخصوصا بال8 سنين الاخيره من حياتي، وبالتالي انتقالي من موضوع الوظيفه لاني انا اكون بشتغل لحالي. بال 2009 اول ما رجعت طلعنا هيك على فنجان قهوه انا وليلى قبطي. ليلى قبطي هي كونسلر ويوغا انستراكتور، والحقيقه شخص مالتي تالنت بمواهب مختلفه. فمن خلال القعدة فبتسألني رامي شو بدك تعمل؟ قلت لها والله أنا ما بعرف، هلا بدي أجي أرتاح أقعد لي فترة أرتاح بعدين بفكر شو بدي أعمل. فبتقول لي إني رامي أنت بتحب التدريب كثير، ليش ما تتوجه للتدريب؟ فقلت لها هلا ما بديش أفكر في هاي المواضيع. أنا هلا فعلا فترة بدي أقعد أريح مخي فيها بعدين أقرر إيش المجال اللي بدي أفوت فيه. وكان عندي عدة أفكار براسي هيك بدي اجرب فيها بس برضه ما كنتش بدي اخذ قرار فيها. عملت بالضبط زي ما قلت لها. ثاني يوم بتتصل معي بتقول لي رامي في عندك اجتماع مع شركه
عشان تاخذ تي او تي. تي او تي ترين اوف ترينرز، فبالتالي على اساس هي تي او تي هو تدريب مدربين. فبالضبط عملت بالضبط زي ما قلت لها، اتركيني عبال ما انا افكر لحالي. فعملت بالضبط هيك وحكت مع الجماعه وقالت لهم عني، ورحت اجتمعت معاهم واخذت الدوره وصرت ترينر. بهذه الفتره بطلع على اربد، كان في تدريب مع زميله، وبضحك قاعد لانه كمان في قصه كثير غريبه هون. الحقيقه طلعنا على اربد عشان عم بدرب مع مدربه بدي اخذ تدريبها عشان انقله لمعان. فاحنا بطريق الرجعه من موضوع لموضوع عم نحكي بادي لانجوج، عم نحكي كثير شغلات. فبتقول لي في ناس عم بيعملوا هون لايف كوتشنج، لايف كوتشنج. وبالتالي راسا انا مسكت الفرصه ورحت اخذت هذا التدريب وصرت لايف كوتش. هلا بالفتره اللي انا فيها كنت عم بعمل لايف كوتش، لايف كوتشنج بتدرب فيها ليلى، انا وياها خلصنا برنامج التدريبي وصرنا انا وياها مدربين. بس ليلى عملت برنامج تدريبي خاص فيها، وبهي الفتره اللي كنت انا عم بتدرب فيها لايف كوتشنج دعتني عشان احضر اول ورشه عمل لها. وهاي ورشه العمل اللي هي كانت اللحظه، اذا بدنا اللحظه السحريه اللي بفوتوا فيها داليا وبشار. ومن خلال ورشه العمل تبعت ليلى قبطي، بشار حداد وداليا بشنان وانا تعرفنا على بعض، بالاضافه طبعا لا احد الاصدقاء المقربين لنا كاشخاص وللمجموعه طبعا، بس بدايه لنا كاشخاص لان هناك تعرفنا على بعض وصرنا اصدقاء. رضانا قبطان، خلصت ورشه العمل وانا رجعت لتدريبي ومرت فتره. بهاي الفتره كانت تقريبا شهر 3 2010، هيك صرنا احنا بشهر 5 انا خلصت التدريب تبعي تبع اللايف كوتش. معلش عم بسكت لانه هاي ذكريات غريبه، خليني ادخن. تعمل ليلى قبطي جلسات متابعه للورشه تبعتها، فوقتها انا خلصت الدوره تبعتي. فبتقول لي ليش ما تيجي تشرح للموجودين شو معنات لايف كوتشنج، شو معنات تدريب مهارات الحياه. فدعتني انا وكمان شخص من المجموعه الفرنسي الجنسيه، من المجموعه اللي كنا اللي اخذنا مع بعض دوره تدريب مهارات الحياه، دوره اللايف كوتشنج. فاجينا لهذا اليوم اللي برضه كانوا فيه داليا وبشار وردان واشخاص ثانيين كمان من الاسامي اللي كان هدول لقدام لما طلعت فكره المجموعه وكانوا داعمين لها بشكل فظيع. بهاي الجلسه قعدنا ضمن مع اشخاص، يعني كنا اللي موجودين 4 5 اشخاص بعد ما خلصنا شرح، قعدنا هيك بالاخر نشرب قهوه مع بعض. كان بشار حداد وداليا بوشنا، هون كان دور ردانا. ردانا اصرت بعد هاي الجلسه انه نصير نطلع ونروح، يعني تتصل معنا يلا نطلع نشرب قهوه، يلا نروح على المشوار الفلاني، يلا نطلع الووك العلاني، يلا نروح نلعب رياضه. فكانت تشجعنا اكثر واكثر بهاي الاحاديث، وهون بلش الموضوع نتعرف على بعض وبلش الموضوع شوي شوي يطلع. بشار حداد الخلفية تبعته طبعا هو ناشط ومهتم بأمور اجتماعية وسياسية مختلفة، عقله ما شاء الله يعني مخ كبير حقيقة، من اللي بنسميهم beautiful minds. بشار
الخلفية الأكاديمية تبعته هو مهندس زراعي، اشتغل بمصانع مصانع غذائية، ومن أهم المصانع الموجودين بالمنطقة، وبرضه كان البوزيشن تبعه مدير مصنع، وبالآخر صار عنده مصنعه الخاص فيه، مصنع سناكس بشار وتشيبس وكذا. هذا بشار. داليا جرافيك ديزاينر، اشتغلت بمجال، اشتغلت مع عدة جهات بمجال الجرافيك ديزاين، اهتمت أكثر إنها هي تكون لحالها بمجال الجرافيك ديزاين، لأنه بطريقتها هي ارتست اكثر منها كوميرشال، فبالتالي الطريقه اللي بتشتغل فيها هي لازم يكون طالع المنتج فروم ذا هارت عشان تقدر تقتنع بالمنتج. طبعا بعالم الادفرتايزنج وبعالم الشركات، اصحاب الشركات او اللي باقسام التسويق بتدخل بطريقه مخيفه، يعني واحد منهم بعرف بتدخل بطريقه مخيفه بالجرافيك ديزاين بطريقه كثير بتاثر سلبا على الجرافيك ديزاينر. داليا من الاشخاص اللي احلامهم كثير كبيره، ومن خلال حتى الوكس اللي كنا نطلعها كانت تقول لي على الاحلام والمشاريع اللي حابه تفوت فيها، اللي كان معظمها او بمعظمها انه كيف الناس يكونوا مع بعض، بيطلعوا طلعات مختلفه بجو كثير حلو. هذا المجمل العام للاحاديث، وكان في افكار كثير هي واصحابها على هذا الموضوع. من الطلعات هاي كثير حكينا مع بعض احنا الثلاثه بمواضيع اجتماعيه، وطبعا زي اي طلعه بنحكي عن المجتمع وبننتقد فيه وبنطلع على الاشياء اللي لازم تتحسن بالمجتمع. بالاخر كان السؤال اللي طرح، طب في شيء بين ايدينا نسويه؟ هذا السؤال اللي انطرح خلانا نبلش نفكر. بيوم جمعه بحكي مع بشار وداليا، كان بتذكر اليوم كان يوم جمعة، كنا طالعين طلعة، فبقول لداليا لازم نعمل إشي أنا وياك يا بشار، قالت لي أوكي. فبشار برضه جنبي يعني هون الناحية الثانية، بقول له بشار عم بحكي مع داليا، بقول لها هيك هيك هيك، بقول لي أوكي يلا خلينا نجتمع. إمتى نجتمع؟ اجتمعنا يوم الاثنين، كان الحكي هذا يوم جمعة، يوم الاثنين اجتمعنا عندي بالبيت وبلشت الفكرة تتبلور. هذا الحكي كان تقريبا بشهر 8 2010، ورسمنا المظلة ورسمنا الفعاليات تبعتها احنا الثلاثة، بعدين كل واحد ضاف من عنده الإضافة. بشار ضاف إضافة القيم تبعت المجموعة، والحقيقة بلشنا بقيمتين اللي هم المحبة والسلام، وموضوع انه نبلش بقيمتين بس ما نبلش بأكثر كان مهم جدا، لأنه بعلم الشعار موضوع انه نبلش بقيم كثيرة بصير صعب علينا ندخلهم بالعمليات اللي رح تصير لقدام. فاستخدمنا قيمتين اللي نبني عليهم المجتمع بداية، واتفقنا على انواع الفعاليات اللي احنا حابين نعملها وبايش الفعاليات اللي بدنا نبلش فيها. ضل هذا العمليه التحضيريه اسابيع، طولت واسابيع العمليه التحضيريه والتخطيط لهذا الموضوع، لانه زي ما حكيت لكم احنا الثلاثه احنا بعاد عن موضوع مؤسسات المجتمع المدني من جوا. يعني بشار له تجربته مع مؤسسات المجتمع المدني، داليا عائلتها جوا مؤسسات المجتمع المدني، بس احنا كاشخاص ثلاثه انه احنا نكون
مؤسسة مجتمع مدني، كان الموضوع شوي مش شوي، كان جديد علينا كثير. بشهر 8 انطلقت أول فعالية لمجموعة Out and About، واسم Out and About باجتماع كان فيه أكثر من اقتراح، والحقيقة هذا الاقتراح كان اقتراح داليا Out and About، والألوان تبعت الشعار، ألوان الشعار برضه داليا هي اللي اقترحتهم. فكان في أكثر من اسم وكان في أكثر من طريقة، بالآخر تم الاتفاق على Out and About يكون اسم المجموعة، لأنه إحنا بنزور أماكن كثير، بنتعرف على ناس كثير من خلال النشاطات، وبالتالي كان الاسم. والحقيقة أول أكلمة فعالية عملوا كانوا لسه الاسم ما كانش طالع، وما كانش في فيسبوك. من أهم الشغلات اللي لفتت نظري بداليا وبشار، انه كنا نروح محل ما شاء الله الديل، بنسميها السوشيال نتورك، مش عارف كيف اترجمها بالعربي، الشبكه الاجتماعيه اللي بيعرفوها قديش ضخمه وقديش محبوبين. كنا نفوت على محل الا يكون في ناس بيسلموا عليهم وبقعدوا معاهم، فكانت من الشغلات الأساسية. لما شفت المواهب تبعت داليا وبشار، الحقيقة استحيت كثير، لأنه أنا يعني بعرف أربع أشخاص بهذاك الوقت، أربع أشخاص ما بشوفهم مع بعض، فبشوف كل حدا عشان ما أزهقش، كل حدا لحاله. وهم كان لهم الدور الأكبر بالتخطيط للفعاليات وبدعوة الناس لهذه الفعاليات وبإنجاح هذه الفعاليات، لدرجة إنه أنا كنت بهذاك الوقت عم خلصت الديزاين تبع برنامج أي ديكور، وأنا كنت عم بشتغل عليه لحالي. لولا بشار وداليا أي ديكور ما كانش نجح، لأنه صاروا يحكوا عنه بطريقة كثير كثير أحسن مما أنا كنت أحكي عن هذا البرنامج. طبعا رح نيجي للبرامج التدريبية لقدام نحكي عنها، لأنه هذا أي دي كود صار جوا البرامج التدريبية، وبنسميه القطار التدريبي لمجموعة أوت أند أباوت. هاي هي البداية، وهيك الأعضاء، أعضاء دائرة المؤسسين تعرفوا على بعض، وبهذا الأسلوب بلشت مجموعة Out and About. أنا شايفهم تو كومنتس. أوكي، لا ما فيش أسئلة. أوكي، بهاي الطريقة زي ما حكينا Out and About بلشت. الحلقة الجاي رح نحكي عن تركيبة الفعاليات، ونبلش نحكي عن كل فعالية كيف بلشت، وإيش الفعاليات اللي بلشنا فيها، والتطور اللي صار، وكيف ركبوا الفعاليات على بعض، وكل برنامج كيف اتطور، وبداياته البسيطة ووصل للي وصله اليوم. تمام، بما إنه لحديت هلأ ما فيش أسئلة، رح انتقل لموضوع. احنا بكل فعالية طبعا بنحكي شو هي الفعاليات اللي رح تيجي خلال الفترة الجاية. احنا اليوم ايش احنا الاثنين، بكرة الثلاثة رح نكون مع دائرة المحادث الانجليزي من الساعة 6:30 للساعة 7:30 بمركز كيمستي. يوم الخميس رح نكون مع دائرة تدريب مهارات الحياة من الساعة 6:30 للساعة 7:30 بمركز كيمستي. يوم الجمعة رح نكون مع فعالية الأهالي وأطفالهم، واللي حابب يكون بالفعالية أظن لسه في محلات لها، الأهالي بتعرف مع بعض، الأطفال بيلعبوا مع بعض ضمن قيم مجموعة Out and About، المحبة، السلام، التقبل، والتسامح، والعطاء. هذا يوم الجمعة رح يكون التجمع عند السيف، وكل التفاصيل وأي ساعة موجودة موجودين على
الايفنتات على تفاصيل الايفنت. يوم السبت راح نكون مع نادي الكتاب من الساعه 5 للساعه 6:30 بالازبكيه بجبل عمان، راح يكون بكتاب الاحتقار. الكتاب شيق جدا. الاسبوع الماضي كانت جلسه رائعه مع ميسر رائع، والجلسه اللي جايه متوقعين برضه هذا الزخم الفكري وهذا الزخم التحليلي وهذا الزخم بالنقاش الرائع. الحقيقه المشاركين عم بثروا النقاش بشكل مخيف، فنشكرهم واحد واحد على الاجواء الرائعه اللي عم بيعملوا لنا اياها بكل انواع الفعاليات صراحه. الاسبوع الماضي كنا بمشاوير البحر الميت، ما احلاكم، عن جد ما احلى المشاركين كانوا بكل مواهبهم وبكل روحهم الطيبه، اللي مسك العود وعزف وغنى وخلى الكل مبسوطين، اللي طلع وعمل العاب وخلى الكل يلعب مع بعض، رائعين. فيوم السبت راح نكون مع نادي الكتاب وكتاب الاحتقار. هلا عم بحاول اتذكر اسم المؤلف، بس مش عندي الكتاب برا بس مش قادر اتذكره. طيب يوم الاحد رح نكون مع اليوم الرياضي من الساعه 8:30 للساعه 10:30 بمدرسه كامبريدج بالرابيه، نلعب فولي بول، باسكت بول، وريشه. يوم الاثنين رح نكون مع دائره التوعيه العنوان تبعها الذات البشريه مع الانفاس المتحرره والانفاس المتقطعه، راح نكون مع السيد عمر الشتاوي، وهو ثيرابيست، بريدنج ثيرابيست، مش عارف اترجمها بالعربي، فهو خبير بموضوع التنفس، فراح يحكي لنا مواضيع كثير مهمه بطرق التنفس الصحيه اللي ممكن نستخدمها بحياتنا اليوميه لتحسين حياتنا. هاي برامج تبعت اوتر باط الفتره الجاي. طبعا نزلت رحله لعجلون، تفاصيلها موجوده، اللي حابب يتابع اللي حابب يتابع. هلا في كم كومنت هلا راح ارجع وراهم. شكرا عمود. البرتو مورافيا، كتاب الاحتقار لالبرتو مورافيا، شكرا عمود. قلنا عن عجلون. طيب هلا وين ممكن تتابعوا نشاطات او تنبؤات؟ هلا موجوده على الصفحه تبعتنا، احنا بنعرف بننزل اعلانات على المجموعه هون، البوستات بتنزلها لتحت لما بنزلها على مجموعه اوت اند اباوت، فالبوستات بتنزل لتحت وبيضيع الاعلام، فبالتالي اللي حابب يتابع ويكون اول باول مع النشاطات تبعت المجموعه على صفحتنا فيسبوك اوت اند اباوت جو، موجودين برضو على meetup.com، وموجودين على eventbrite.com، موجودين على منصات ثانيه برضو. اللي حابب يحط محله ويسجل محله يروح على eventbrite.com وياخذ تيكت لإله، كل التيكتس على eventbrite بس عاملينها عشان ناخذ الاسم وتسهيل الدخول لانه بنعمل تشيك ان، فرجاء تعملوا اكونتات على eventbrite.com عشان تسهيل عمليه دخولكم للفعاليات، واعملوا فولو لاوت اند اباوت على eventbrite.com. هلا الفعاليات اللي عليها دفع وبيلزم دفع ما بكفي بس انه نحط اسمنا على المنصات او نحكي تليفون، بهمنا نعرف العدد الفعلي اللي راح يكون بالطلع عشان عمليات التخطيط تبعتنا تكون مضبوطه، فبالتالي بالنسبه للمواضيع اللي فيها دفع فبكون الحجز عن طريق الدفع. البرامج الثانيه مجرد تسجيل الاسم والحضور بكفي. طيب نروح نرجع للتعليقات، صار في تعليقات كثير حقيقه. طيب اوكي خلينا نشوف وين في وين في. عهود اي دي كود از اميزنج لايف تشينجينج.
يستوي يسلم عضوك. ان شاء الله كمان رح نعيد هذا البرنامج الاي دي كود بالاسابيع اللي جاي، ان شاء الله نقدر نلحق لنا واحد قبل دخول رمضان. نور، مساء الخير. مساء النور نور. اسيل، لا مش رح اقرا التعليق تبعك اسيل. طيب عهود ابيت قلنا على البرتو مورافيا مره ثانيه هون، حيث العنوان الانفاس المتقطعه معتصم. نعم اسيل اهلا وسهلا. شريف اهلين حبيبي شريف. طيب هيك بنكون والله وصلنا الدقيقه 28، يعني احنا اجينا على نهايه الحلقه هاي. بهاي الحلقه وثقنا بدايه المجموعه. بتجينا اسئله كثير على كانت فكره مين، فكره اوتر مارد هي مش فكره حدا معين، اوتر مارد هي تشكلت وبتضل تتشكل من اكثر من شخص. اوتر مارد مش ناتج من شخص واحد، هي مجموعه جهود ومجموعه عطاءات. يعني جمع عطاء مش يعني اللي ادت للي وصلنا له اليوم بالمجموعه. ولما بدنا نوصل لقدام لاهدافنا المستقبليه طبعا رح تكون برضه بنفس الطريقه عده اشخاص او كل الاشخاص اللي موجودين بكون لهم دور بالوصول للاهداف تبعتنا. شكرا كثير لكم، بنلاقيكم بالحلقه الجايه لبرنامج دردشات. الحلقه الثالثه رح نبلش نحكي فيها عن الفعاليات وكيف الفعاليات تشكلت وتطورت. شكرا كثير لكم، وبنشوفكم بالفعاليات بالحلقات الجايه. شكرا لكم.